أنيون جاب، أنيون جاب باي دكتور خالد عبد الفتاح أبو الفضل، للتواصل عبر الموقع خافضل.أحلى منتدى.نت، وعلى الفيسبوك سوق في سيرج جروب، وعلى اليوتيوب دكتور خالد أبو الفضل شانل. أنيون جاب، بنكمل كلامنا على الأسيد بيز بالانس. المرة اللي فاتت تكلمنا على الهندرسون أسيد باك إكويشن وإيه الرول بتاعها في الأسيد بيز بالانس. النهاردة إن شاء الله نتكلم على حاجة اسمها أنيون جاب ونشوف علاقتها بالأسيد بيز بالانس. دايما بقول أي مصطلح جديد أعرف ديفينيشن له الأول. فإيه هو الديفينيشن للأنيون جاب؟ الأنيون جاب هي عبارة عن الديفرنس between the sum of the serum concentrations of sodium and potassium and the serum concentration, the sum of serum concentration of chloride and bicarbonate. واضح ان انا بشوف الديفرنس ما بين البرايمري ميجرد سيرم كاتيونز اللي هم مين؟ صوديوم وبوتاسيوم، والبرايمري ميجرد سيرم انيونز اللي هم النيجاتيف للشارج اللي هم مين؟ كلورايد وبيكربونات. هو نورمالي في النورمال انديفيديوال ذا سام اوف ذا كونسنتريشنز اوف صوديوم اند بوتاسيوم اللي هم الكاتيونز اكتر من السام اللي هو المجموع الجبري للكونسنتريشنز اوف كلورايد اند بيكربونات. طيب واضح من الديفينيشن ان في حاجه اسمها الانيون جاب ايكويشن، وانا هنا بتكلم على حاجه اسمها السيرم انيون جاب ايكويشن، لان انا في الاخر هتكلم كلمتين صغيرين عن حاجه اسمها يورين او يورينري انيون جاب ايكويشن. ف السيرم انيون جاب ايكويشن بتساوي ايه؟ زي ما احنا لسه قايلين في الديفينيشن، بتساوي مجموع مين زائد مين؟ الصوديوم والبوتاسيوم كونسنتريشن في السيرم. هطرح منهم المجموع بتاع السيرم كونسنتريشن بتاع الانيون اللي هم الكلورايد والبيكربونات يديني سيرم انيون جاب ايكويشن. طيب السيرم انيون جاب ايكويشن النورمال فاليو بتاعتها ايه؟ وايه اهميتها؟ وايه الفاكتورز اللي بتأفكت وايه الانديكيشن؟ ده اللي احنا عايزين نعرفه دلوقتي. النورمال فاليو اوف سيرم انيون جاب ايكويشن كونسنتريشن، السيرم انيون جاب النورمال فاليو بتاعتها ايه؟ السيرم نورمال فاليو اوف انيون جاب حوالي من 12 ل 16 ملي ايكويفالنت بير لتر، من 12 ل 16 ملي ايكويفالنت بير لتر. ولكن هل انا عملت ميجر لكل الانيونز؟ لا، sometimes بلاقي فيه انميشابل انيونز، وبالتالي بلاقي الانيون جاب ممكن تنزل نورمالي لايه؟ ل 3 ل 11 ملي ايكوفالنت بير لتر. يعني بمعنى لو انا جيت اشوف السيرم انيون جاب لقيتها 5 ملي ايكوفالنت بير لتر هتبقى قليله؟ لا. طيب لقيتها 0 تبقى قليله، لقيتها 20 تبقى زايده. واضح جدا من الايكويشن بتاعت الانيون جاب اللي هي مجموع السيرم كونسنتريشن للصوديوم والبوتاسيوم اطرح منهم السيرم كونسنتريشن لمجموع الكلورايد والبيكربونات، من الايكويشن دي اقدر اطلع الفاكتورز افكتنج. واضح ان الفاكتورز افكتنج هتكون ايه؟ يا اما تشينج في السم اوف ذا كاتيونز او تشينج في السم اوف ذا انيونز او يحصل تشينج في الاثنين بس باي ديفرنت اماونت. بمعنى
لو على سبيل المثال عملنا ادمنستريشن او نقصنا زودنا او نقصنا اعطينا او عملنا ديبليشن للصوديوم بايكربونات، هلاقي ان الانيون جاب نوت افكت، هدناها ثابته. ليه؟ لان انا لما هدي او هشيل الصوديوم بايكربونات شلت الصوديوم من هذا السايد اوف ايكويشن والبايكربونات من هذا السايد اوف ايكويشن، وبالتالي القيمه هدناها ثابته. يبقى لما بدي الصوديوم بايكربونات او ينقص الصوديوم بايكربونات، هل الانيون جاب تتغير؟ لا، هدناها ثابته. طيب في حالات الميتابوليك اسيدوزس نتيجه ان انا اديت اتش سي ال او امونيوم كلورايد، هلاقي ايه؟ الانيون جاب ان افكتد. ليه؟ لان البايكربونات في الحاله ده هي هتقل، ولكن الكلورايد هيزيد. انا بقولت احنا ادينا اتش سي ال او امونيوم كلورايد، في الحاله ده هي البايكربونات هتقل لكن الكلورايد هيزيد، وبالتالي النت ريزلت للانيون جاب يحصل فيها ايه؟ عن تشينج. ولذلك انا كده بقيت واضح اما بقول الفاكتورز افكتنج، ان يا اما يحصل تشينج في الكاتيونز او في الانيونز او في الاثنين، ولكن باي ديفرنت اماونت. زي ايه بقى الديفرنت اماونت؟ في حالات الديابيتيك كيتو اسيدوز او في حالات الميثانول بويزنينج، حالات الديابيتيك كيتو اسيدوز او في حاله ثانيه اسمها الميثانول بويزنينج، تسمم الميثانول. الحاله الكومن المشهوره ودايما بنتكلم عنها الديابيتيك كيتو اسيدوز، ده نوع من انواع الميتابوليك اسيدوز. هلاقي الانيون جاب بتزيد. طب ليه؟ خلي بالك من الاسم دايابيتيك كيتو اسيدوزس، يعني في كيتون بادز بيحصل لها فورميشن، في اورجانيك اسيدز اهي اتكونت، اللي هي هتشتغل على مين؟ على البايكربونات، فهتقلل اتس كونسنتريشن. ولكن تكوين هذه الاورجانيك اسيد هيؤدي الى ايه؟ هيؤدي الى ان المجموع بتاع البايكربونات والكلورايد هتقل، يعني الجزء بتاع الانيونز ده هيقل، فالنتيجه ان الكفه هتميل ناحيه مين؟ الكونسنتريشن بتاع المجموع بتاع الصوديوم والبوتاسيوم، وبالتالي الانيون جاب تزيد. يبقى في حالات الديابيتيك كيتو اسيدوزس الانيون جاب هتزيد. ليه؟ نتيجه تكوين الاورجانيك اسيدز كيتون بادز. طيب انا قاعد اقول انيون جاب ديفينيشن وفاكتورز افكتنج واكويشن ونورمال فاليو فاريشن، طب ايه هي الامبورتنس؟ ايه اهميتها؟ انا داوش نفسي وقاعد اقول ايه انيون جاب انيون جاب انيون جاب، طب اهميتها ايه؟ قال لي خلي بالك الانيون جاب مهمه جدا، بتعمل لي ديفرنشال دايجنوزس فور ميتابوليك اسيدوزس، يعني بتساعدنا في الدايجنوزس اوف ميتابوليك اسيدوزس، بتعمل ديفرنشال دايجنوزس لها، بتقدر تعرفني البوسيبيليتي اوف ذا كوز اوف ميتابوليك اسيدوزس. يعني على سبيل المثال ميتابوليك اسيدوزس ويز ان انكريز ذا انيون جاب، لو في ميتابوليك اسيدوزس ومعاها انكريز ان انيون جاب، يبقى لازم في الحاله دهيت يكون الهيدروجين ايون زاد جوه الجسم، وفي نفس الوقت يكون ايه انيون تاني غير الكلورايد زاد، يبقى في الحاله ديت هتزيد الانيون جاب مع الميتابوليك اسيدوزس. طب ميتابوليك اسيدوزس وزاوت انكريز ان انيون جاب، يبقى في الحاله ديت هيكون الهيدروجين ايون زاد وفي نفس الوقت زاد الكلورايد، فبالتالي الانيون جاب مش هتزيد
او لو حصل decrease في الكونسنتريشن اوف ايه الصوديوم بيكربونيت مع مين؟ مع الحاله اللي بقول عليها ميتابوليك اسيدوزيس وزاويت ان انكريز انيون جاب. ما اتفقنا في حالات الزياده او النقص للصوديوم بيكربونيت الانيون جاب بتدنها ان تشينجد. وفهمت ليه؟ لان الكاتيون والانيون افكتد باي ذا سيم ديجري، وبالتالي الانيون جاب تدنها ايه؟ ثابته. طيب ايه الامبورتنس الثانيه؟ On the basis of anion gap, certain diseases can be excluded. ممكن نستبعد بعض الايه؟ الديزيزز. While others would have to be considered. طيب الانيون جاب انفورميشن مهمه في بعض الحالات، بالذات مع البيشنت اللي ما نعرفش ناخد منهم جود هيستوري، او في مشكله في اللانجوج، لانجوج باريرز، او عندهم لوس اوف كونشسنس، يعني هم انكونشس. كلام كويس. طيب ايه الانديكيشن للانيون جاب تيست؟ ايه هي الانديكيشن فور انيون جاب تيست؟ الانيون جاب ده بنعمله امتى؟ سيرم انيون جاب بيبقى مهم في حالات ايه؟ ان بيشنتس بريزنتد ويز altered mental states، يعني عنده مثلا loss of consciousness زي ما لسه قايل، unknown exposures عرض لحاجه مش عارفين ايه بالظبط وعمل له acute condition، acute renal failure او في acute illness. يبقى انا دلوقتي اتكلمت على السيرم انيون جاب as a definition as equation as normal value as factors affecting as importance and as indication. طيب كلمتين صغيرين بقى عن حاجه اسمها يورين او يورينري انيون جاب. اليورين انيون جاب هلاقيها الايكويشن بتاعتها بتقول الصوديوم زائد البوتاسيوم واطرح منه اليورينري كونسنتريشن بتاع الكلورايد. امال اليورينري كونسنتريشن بتاع البيكربونات راح فين؟ حصل له اكسكلوجن، استبعدناه. ليه؟ لان اليورين از نورمالي اسيدك، وبالتالي البيكربونات بلاقيه نيجليجبل اماونت. امال في اليورين انيون جاب ذا موست بروميننت ان ميجرد انيون هو مين؟ الامونيا. ده اللي بنركز عليها في اليورين انيون جاب. طيب النورمال رينج فور يورين انيون جاب كام؟ من 0 ل 10 مللي ايكويفالنت بير لتر. طيب ايه الكلينيكال امبورتنس؟ لو زاد او قل، يعني لو زاد اليورين انيون جاب بقى اكتر من 20 مللي ايكويفالنت بير لتر اوف يورين، ده يتشاف في حالات الميتابوليك اسيدوزس ويز امبيرد كيدني فانكشن. الكيدني مش قادره تعمل اكسكريشن للامونيا زي في حالات الرينال تيوبولار اسيدوزس. طيب لو لقيت اليورين انيون جاب صفر او نيجاتيف، اقل من الصفر يعني، ولكن السيرم انيون جاب از بوزيتيف، في الحاله ده هي يبقى عندنا ايه المشكله؟ تبقى جاسترونتستينال تراكت بروبلم. ممكن يكون في ايه؟ دياريا، ممكن يكون في ها فوميتنج. يبقى بواسطه اليورين انيون جاب قدرت تعرف هل الميتابوليك اسيدوزيس اللي عندي المشكله منشاها امبيرد كيدني فانكشن، ولا المشكلة أساسها gastrointestinal tract problem. كلام كويس. طيب
اتكلمت على الانيون جاب سواء سيرم او يورين، يبقى سيمبلي كده اقدر اختصر الكلام اللي انا قلته تاني كده على الانيون جاب. اتكلمنا على السيرم انيون جاب as definition as equation as normal value as factors affecting as importance and as indication for anion gap test. ثم اخيرا اتكلمنا كلمه صغيره قوي على اليورين انيون جاب، عرفنا الايكويشن بتاعته، عرفنا النورمال فاليو، عرفنا الكلينيكال ابلكيشن او الكلينيكال امبورتانس اوف يورين انيون جاب. للتواصل عبر الموقع khafadl.ahlamuntada.net، وعلى الفيسبوك سوق فيسيولوجي جروب، وعلى اليوتيوب دكتور خالد ابو الفضل شانل. نسالكم صالح الدعاء.